والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة الأحباب، في هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، نلتقي مع حضراتكم وهذه الليلة من ليالي هذه الفعالية، فعالية ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبرعاية معالي وزير الأوقاف، وتنقله لحضراتكم قناة النيل الثقافية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام. نبدأ مع حضراتكم هذه الليلة وفيها هذا الحديث وعنوان هذه الليلة من الملتقى، وهو العفة والترفع عن الدنايا. وقد وردنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه رضوان الله عليهم على العفة والترفع والاستغناء، كما جاء في حديث مالك عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يربي صحابته على الاستغناء، على ألا يمد يده بالسؤال، كما يأتي الحديث أيضا عن التعفف ربما في 4 مواضع في القرآن الكريم، في سورة البقرة وفي سورة النساء ولن أطيل على حضراتكم، وفي سورة النور أيضا، وكذلك في الحديث النبوي الشريف كثيرا ما حثنا صلى الله عليه وسلم على التعفف والعفة والاستغناء. وهنا أذكر نفسي وحضراتكم بدعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ضيوفنا في هذه الليلة سيد الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر. نبدأ مع حضراتكم هذه الليلة وهذا المحور الهام من ملتقى الفكر الإسلامي بعد قراءة من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
لك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أرسلناك شاهدا ومبشرا وداويا إلى الله وداعيا إلى الله سراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل ولا تطع ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى.
وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هذا القرآن الذي نزل في هذا الشهر الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ليلة القدر، ويوفقنا إلى ما فيه الخير في هذه الليلة، وأن نقومها إيمانا واحتسابا. هذا القرآن الذي هو دستور الأمة، ولا أكون مبالغا إذا قلت أن القرآن هو دستور الكون، فما جاء فيه من آيات قرآنية هو السبيل للنجاة والنجاح والفلاح. وما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغة القانونيين، إذا كان القرآن هو الدستور، فما جاء من حديث شريف عن سيدنا صلى الله عليه وسلم هو بمثابة المذكرة التوضيحية التي لا تنقطع عن المتن في القرآن الكريم. فصلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول رب العزة: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا تأتي أهمية الأحاديث النبوية الشريفة في كل ما جاءت به. وفي هذه الليلة ونحن نتحدث عن التعفف، فمن هنا أهمية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن التعفف والاستغناء.
الكثير من الأحاديث والآيات القرآنية عن التعفف وأهمية التعفف والاستغناء وحتى عن ثواب التعفف. يحدثنا في هذا الموضوع أساتذتنا وعلماؤنا أهل الذكر، واسمحوا لي أن أذكر هنا أن هذه الحالة من الإيثار أقسم بالله ما وجدتها إلا عند الأزاهرة أبناء الأزهر الشريف، فكل منهم يقدم أخاه عن نفسه. وقد آثر السيد الدكتور أشرف فهمي أن يكون البادئ في هذا الحديث هو الأستاذ الدكتور أحمد رزق. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم فصلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه النضرة، وزكى الله تلك الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه القلوب العامرة بالإيمان، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة مع إمام المتقين وسيد الدعاة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة، يعني في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير لمعالي وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على تنظيم هذه اللقاءات وتلك الملتقيات. فقد وجدنا بيوت الله تبارك وتعالى عامرة بأنفاس المصلين ومتعطرة بوجود المسلمين، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مثل هذه اللقاءات شاهدا لهم يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى. ما أجمل هذا اللقاء، فهو لقاء اجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان وشرف الموضوع. أما عن شرف الزمان فها نحن في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك، حيث فيه ليلة القدر وهي ليلة العمر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذه الليلة. أما عن شرف المكان فكما لا يخفى على حضراتكم أننا في رحاب مولاي أبي عبد الله الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، وأسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم على خير يا رب العالمين. أما عن شرف الموضوع فهو يتناول خلقا جليلا وخلقا جميلا من أخلاق الإسلام، والأخلاق كما تعلمون هي عنوان للأمم، فالأمة إذا كانت إذا كان أفرادها يتحلون بالأخلاق
اعلم أنها أمة متقدمة باقية. وإذا كانت الأمة قد تحلى أو قد تمسك أفرادها بالأخلاق البذيئة والعياذ بالله، فهي أمة محكومة، وهو مجتمع محكوم عليه بالفناء والزوال. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يكفي أن الأخلاق من أهم أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصحح الحديث على شرط الإمام مسلم ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق هي عنصر الخيرية بين المسلمين، هي عنصر التفاضل. فالمسلم المتخلق بالأخلاق الحسنة متقدم على الذي لا يتخلق بالأخلاق الحسنة وهو أفضل منه. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. بل أنت يا صاحب الخلق الحسن أقرب الناس وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بأقربكم مني وأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا. تعالوا بنا لندخل بستان الأخلاق، لنقف في هذه الدقائق المعدودة مع خلق ما أحوجنا إليه، ما أحوج شباب الأمة إلى هذا الخلق، ما أحوج بنات الأمة إليه، ما أحوج نساء الأمة إلى هذا الخلق العظيم، ألا وهو خلق العفة والترفع عن الدنايا. ما معنى العفة؟ ما معناها؟ العفة في اللغة مادة عفة يعني كفة. فالعفة الكف عن القبائح، أو الكف عمن لا يحل، أو الكف عن المستقبحات، أو هي النزاهة. فالمسلم العفيف هو النزيه. والعفة معناها في اصطلاح العلماء ضبط النفس عمن لا يحل، وهي حالة متوسطة بين الإفراط وهو الشره، وبين التفريط وهو جمود الشهوة. فالإنسان العفيف إنسان متزن عاقل، لا هو جامد ولا هو متسيب. والنهاية والخلاصة العفة ضبط السلوك الإنساني للوصول إلى مجتمع تقي نقي يرتبط بعضه ببعض. ربما سائل يقول: أستاذنا الفاضل قال بأن القرآن تحدث عن العفة. نعم، تحدث عن العفة في مواطن كثيرة، من أهمها أنه امتدح الفقراء الذين يتعففون عن مسألة الناس. قال جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يتعففوا عن النظر إلى الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات. بل إن الله تبارك وتعالى وعد الشباب الذين لا يجدون ما ينكحون به لو تعففوا فإن الله سيغنيهم من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى
يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله من فضله. بل انت يا من تلي امر اليتيم، عليك ان تتعفف اذا كنت غنيا ان تتعفف عن ماله. وبتلي اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف. بل لك ان تتصور ان المراه كبيره السن لا حرج عليها في بيتها ان تتخفف من ثيابها، لكن ان استعففت خير لها. قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن. هل السنه حثت على العفه؟ نعم. اكتفي بنصين فقط. النص الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء. يعني كان سابقا العبد إذا كاتبه سيده على أن يأتي له بجزء من المال فهو حر لوجه الله، فحق على الله أن يعين هذا العبد. والثالث الناكح الذي يريد العفاف، الناكح الذي يريد العفاف. بل كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى. طيب، كل هذا كلام نظري، نحن نريد إلى تطبيق عملي. هل هناك نماذج عملية طبقت العفة؟ نعم، فالعفة لها صور: عفة الفرج، وعفة اللسان، والعفة والتعفف عن مسألة الناس. أما عن عفة الفرج، فبعفة الفرج وبحفظ الفرج تصان الأعراض وتصان المجتمعات، ويصبح المجتمع مجتمعا تقيا عفيفا نقيا. وخير من ضرب لنا مثالا على ذلك هو نبي الله يوسف عليه السلام. الشاب الآن يقول: أنا يا شيخ أنا أقع في المعصية. لماذا؟ لأن الفتنة تصيب بي، تحيط بي من كل جانب، والتبرج، ويبرر لك مبررات. انظر إلى نبي الله يوسف عليه السلام، كان شابا وكان أعزبا وكان قويا، يعني ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكان غريبا. والغريب يعني يفعل المعصية وأقدر على المعصية من المقيم بين أهله وبين جيرانه وبين أحبابه، فربما يستحي منهم. لكن هذا غريب يفعل ولا يراه أحد. بل وكان عليه السلام في بيت امرأة العزيز، وهي التي دعته إلى نفسها، وهي التي غلقت الأبواب، وكانت ذات منصب وجمال، وهي التي قالت له: هيت لك. انظروا إلى هذه المبررات، ومع ذلك بماذا رد عليها؟ قال: إني، قال معاذ الله، إني أخاف الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هي حكت بعد ذلك للنسوة، قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، تعفف بشدة وتمسك بشدة، بل فضل أن يسجن أحب إليه من أن يفرط في هذا الخلق العظيم. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالكريم،
لأنه أكرم نفسه ولم يهنها، أكرم نفسه ولم يهنها. ولنا نموذج آخر، السيدة مريم عليها السلام من سيدات نساء العالمين. لماذا؟ لأنها تعففت، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. عفة اللسان، ينبغي على المسلم أن يعف، أن يكون عفيف اللسان، لا يقع في الغيبة ولا في النميمة، ولا يقع في أعراض الناس بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، حينما قال له معاذ: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، أو هل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. العفة عن مسألة الناس، فالمسلم عفيف يتعفف ويترفع عن الدناية. وأنا أعجب في هذه الأيام، هناك أناس اتخذوا من مسألة الناس وظيفة للتكسب بالمال والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم سأله ناس من الأنصار فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، فقال: ليس عندي من شيء فأدخره عنكم، ولكن من يتعفف أو من يستعفف يعفه الله. ما الذي يعود علي من العفة أيها الأحبة؟ ما هي ثمرات العفة؟ العفيف ينجيه الله تبارك وتعالى من المكائد ومن المهلكات ومن الموبكات. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: ثلاثة نفر خرجوا يمشون فألجأهم المطر إلى غار، فوقعت صخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا: والله لا ينجيكم من هذا الضيق إلا أن تتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: والله إنه كانت لي ابنة عم، وكانت أحب الناس إلي، فلما أردت أن أراودها عن نفسها أبت، فأعطيتها مال فأبت، فنزلت بها ضائقة من الضائقات فأتتني فمكنتني من نفسها، فلما جلست بين تحت رجليها قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقمت وتركتها. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر قد فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم الصخرة. وهكذا نجاه الله تبارك وتعالى بسبب عفته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العفة، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خيرا فضيلة الدكتور. ونحن نستكمل هذا الحديث وفي نفس الإطار ونفس هذا المحور، يحدثنا فضيلة السيد الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب وزارة الأوقاف، واستكمال لما بدأناه في هذه الجلسة من ملتقى الفكر الإسلامي، والحديث عن العفة والتعفف عن الدناية والاستغناء. وأتصور أنه ربما كثيرا وبحكم موقعه تعرض الدكتور أشرف فهمي لكثير من التساؤلات يريد ردودا عليها في كلمته. تفضل فضيلة الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق الوجود بمنته وأظل كل العالمين برحمته. من اهتدى عرف الطريق لجنته، وأصلي وأسلم على خير الأنام وبدر التمام. كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم خرجت من فمه الأنوار، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى سلمت عليه الصخور والأحجار، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سكت علاه البهاء والوقار، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعطى أعطى بلا انتظار. فحياكم الله في هذا المكان الطاهر المبارك، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الأنشطة الدعوية المكثفة، كما نشكر سيادة أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد عزت. أما عن خلق العفة، وكل واحد من السادة الجالسين والسامعين يحب أن يكون إنسانا عفيفا، ومن منا لا يريد أن يكون إنسانا عفيفا؟ لأن الإنسان العفيف يحبه الله ويحبه رسول الله. ولما تنظر في آيات القرآن الكريم تجد أن القرآن صور هذا الخلق، مرة يأتي بصورة النهي، ومرة أخرى يأتي بصورة الترغيب. لنأخذ مثالا على الترغيب، يا من تريد أن تكون إنسانا عفيفا، عايز تكون عفيف في بيتك مع أولادك، عفيف في وظيفتك وشغلك، عايز تكون عفيف في المكان الذي تسكن فيه، اقرأ كتاب الله عز وجل. اقرأوا معي يا سادة: قد أفلح المؤمنون. فمن هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. وهذا هو النوع الأول من العفة، عفة اللسان. فإذا ما سببت إنسانا أو اغتبته أو شتمته فلست بعفيف. الإنسان العفيف الذي يحفظ لسانه عن بنات الناس وأعراض الناس وحياة الناس. الإنسان العفيف هو الذي لا يبحث عن عيوب الناس ويفضح الناس ويكشف سترهم، هذا ليس بعفيف. ومن يفعل هذا فعليه أن يتوب إلى الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أين جاء الخشوع يا سادة؟ الخشوع في الصلاة جاء من أي شيء؟ جاء من سكون القلب ومن العفة الجوارح. لما عفت الجوارح سكنت وخشعت لله رب العالمين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن وصل إلى قول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون. عفة الفرج، الشهوة التي يضعف أمامها الإنسان، هنا من تحكم في شهوته فهو إنسان عفيف. عاوز تحقق العفة، اقرأ هذه الآيات ومررها أمام عينيك وفكر بها بعقلك ثم اسكنها في قلبك. يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم
كان يطلب العفة من الله وهو النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل نحن الضعفاء؟ كان النبي يطلب من ربه العفة ويقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهناك حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هذا الحديث عبد الله بن عمرو: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربعة حاجات، أربعة أشياء لو وصلت إليها لا تقلق كثيرا على حياتك، لأن بعد هذه الأشياء ربما حياتك تمر بمراحل سهلة إن شاء الله. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أول واحدة: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. صدق الحديث، الإنسان الذي يكذب ليس بعفيف، ومن يرى في نفسه أو من يكذب على الناس وعلى نفسه وعلى الله فليس بعفيف، لأن اللسان الصادق إنسان عفيف. حفظ أمانة، الإنسان الذي يحفظ الأمانات والأعراض هو إنسان عفيف. فإذا كنت من الذين يحفظون الأمانات فهذا رزق عظيم ساقه الله إليك، وفيك صفة من صفات رسول الله وهي العفة وأنت عفيف. حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة. إذا وجدت نفسك تملك أخلاقا حسنة طيبة، تعامل الناس بالحسنى بالرحمة باللين، فاعلم بأنك إنسان عفيف. وعفة في طعمة، الأكل الحلال. إياك أن تظن أن أكل الحرام يفيد أو ينفع، أبدا. أكل الحرام ليس بعفيف، وقد حذرنا الله عز وجل من ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الإنسان الذي يدخل على أولاده طعاما حراما بطنه ليست عفيفة، ويدخل على أولاده الحرام فهم كذلك بطونهم ليست عفيفة. ولذلك تجد الإنسان الذي يأكل حراما دعاؤه لا يستجاب، بعيد عن الإجابة، بعيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا. فالعفاف والعفة في الطعام والشراب صفة عظيمة يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم، ولتعلم بأنك تتحلى بصفة مدحها القرآن وأثنى عليها نبينا محمد العدنان. الإنسان الذي ينظر إلى بنات الناس وكشف عوراتهم إنسان غير عفيف. اللسان الذي يكذب ولا يصدق في الكلام صاحبه ليس بعفيف. اليد التي تأخذ الرشوة والتي تسرق أموال الناس صاحبها ليس بعفيف. الرجل، القدم التي تمشي إلى الحرام هي صاحبها ليس بعفيف. إذن تحقيق العفة في الإنسان يحتاج منه أن ينظر في كل أعضائه كاملة. ولتعلم يا أخي الحبيب، في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي، أن أول من يدخل الجنة ويعرض على رسول الله ثلاثة: الأول الشهيد،
يسعد برؤيا رسول الله في الجنة في أوائل الناس الذين يروا رسول الله في الجنة. ده الأول. والثاني العفيف المتعفف، إنسان عفيف يده عليا دائما، لا ينكسر ولا يذل من أجل المال أو من أجل اللقمة، بل يظل إنسان مرفوع الرأس عزيز النفس. أما الثالث رجل أحسن العبادة، فكل من أحسن العبادة وكل عفيف متعفف وكل شهيد يسعد برؤيا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحباب ابحثوا عن العفة، ابحثوا عن العفة في البيوت، علموا أولادكم العفة، كيف يكون ابنك وبنتك عفيفة. علم أصحابك وأصدقائك كيف نتشارك وكيف نتعاون وكيف ننشر هذا الخلق الإسلامي الرفيع. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نتخلق بهذا الخلق الإسلامي العظيم. وأقول لكل من يعاني من مرض عدم العفة والانكسار والذل، إذا جاءك الحرام فقل له معاذ الله، إذا أراد لسانك أن يكذب قل له معاذ الله، إذا أرادت عينك أن تنظر إلى الحرام فقل لها معاذ الله. وهكذا قال سيدنا يوسف لما عفت نفسه أبعد الله عنه الحرام، كذلك لنصرف عنه السوء. ليس نصرف يوسف عن السوء، لا، نصرف السوء عنه. هناك فرق بين نصرف عنه السوء ونصرف السوء عنه، فرق بين أن يبعدك الله وأن يبعد الله الشيء عنك. هكذا نتعلم، إذا ما جاءك أكل الحرام ترفع يديك إلى الله وتقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فاطلبوا من الله ولا تطلبوا من أحد غير الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء. يا أخي الكريم، إذا كنت تعلم وتوقن في قلبك بأن الله الملك هو الذي يعز وهو الذي يذل وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، فلماذا تطلب من الناس؟ فاطلب من الذي يملك ولا تطلب من الذي لا يملك، فكلنا ضيوف على أراضيها. واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا وفي أهلينا وفي أوطاننا، ونسأله عز وجل أن يرزقنا هذا الخلق العظيم. وفي ختام كلمتي أدعو الله سبحانه وتعالى لي ولكم في ختام هذا الشهر الكريم أن يرزقنا ليلة القدر وبركتها وهداها ونورها. اللهم لا تحرم أحدا في هذا المكان الطاهر إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم بيض هذه الوجوه يوم تبيض الوجوه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن جميعنا يؤمن بقلبه على هذا الدعاء، اللهم ارزقنا ليلة القدر وبلغنا إياها، وأعنا على أن نكون مستحقين لما تأتي به من خيرات، آمين يا رب العالمين. في ختام هذه الليلة الطيبة المباركة من هذا المكان الطاهر رحاب مسجد الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، أختتم مع حضراتكم هذه الليلة والمبتهل الشيخ محمد السهاجي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وتقبل صيامنا وصلاتنا. اللهم بلغنا ليلة القدر واحفظ مصرنا يا رب. إلى القدوس قد وجهت وجهي وأسلمت القياد إلى الخبير. إلى القدوس قد وجهت وجهي وأسلمت القياد إلى الخبير. وللسبوح أهف في حنين لأحظى بالأمان وبالسرور. وفي ساح الجلال رأيت نورا يضيء القلب ليس كأي نور. وفي ساح الجلال يضيء القلب ليس كأي نور. وهامت في رحاب الله روحي مسبحة تغرد كالطيور. إلى مولاي قد سلمت أمري ففي يده مقاليد الأمور. فيا ويا سندي فيا عوني ويا سندي ويا جاهي إذا عز النصر.
نصير فكن نصيري. سيدي يا رسول الله، في مدح طه لي وسام ولغيره مدحي حرام، في مدح طه أنا لي وسام ولغيره مدحي حرام. يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام، يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام، اهدوا صلاة للحبيب المصطفى خير الأنام، اهدوا صلاة للرسول المصطفى خير الأنام. صلوا عليه صلوا عليه، فإن من صلى عليه لا يضام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى خير خلق الله طه، مثل شمس في ضحاها. خير خلق الله طه، مثل شمس في ضحاها. هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد صلى الله. وجهه فاق البدورا، زاده المولى سرورا. وجهه فاق البدورا، زاده المولى سرورا. قد بدا في الكون نورا قبل خلق الله محمد صلى الله. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا فضيلة المبتدأ الشيخ محمد سوهاجي. في ختام هذه الجلسة من ملتقى الفكر الإسلامي، اسمحوا لي حضراتكم أن أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش أستاذ علوم الحديث بجامعة الأزهر الشريف. ونحن في ختام هذه الليلة، واسمحوا لي حضراتكم ربما يكون هذا هو آخر عهدي بجلسات هذا الملتقى في هذا العام.
اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لصاحب المعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه السنة المحمودة وهذه الملتقيات التي تهدف إلى الوعي والتوعية. أيضا شكرا جزيلا للأستاذ دكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لقيامه على التنظيم وإدارة هذه الندوات وهذه الملتقيات الفكرية، وشكرا للهيئة الوطنية للإعلام وقناة النيل الثقافية. اسمحوا لي أشكر حضراتكم وأدعو الله لي ولكم بالصلاح والفلاح، وأن يختم الله سبحانه وتعالى بالباقيات الصالحات أعمالنا إلى أن ألقاكم ولقاء الله أعلم متى يكون. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.